الانسان بوضعه في قلب المقاربه التنمويه وعلى الصعيد الامني اضحت المصالحه الوطنيه والعيش معا بسلام عنوانين رئيسين لمقاربه استراتيجيه دوليه لمحاربه الراديكاليه والتطرف في العالم. استراتيجيه ولدت من رحم من رحم معاناه معاناه هذا الشعب الابي الذي أعطى بالأمس درساً للعالم في التضحية والإنعتاق وصر اليوم بفضل تضحياته وتبصر أبنائه ورشدهم